خلينا نروح للاستاذ شريف فؤاد المتحدث الاعلامي باسم مجلس اداره النادي الاهلي، نعرف منه ماذا يحدث. استاذ شريف، ازاي حضرتك؟ كابتن اسلام، تحياتي لحضرتك ولضيوفك الكرام، استاذنا الكابتن فتحي نصير والكابتن احمد بلال والكابتن اسامه حسني ولجمهور النادي الاهلي العظيم، وكل التوفيق النهارده للفريق الاول لكره القدم ان شاء الله في المباراه المهمه مع النجوم، يعني في طريق الحفاظ بطولته المفضلة والفوز بالبطولة رقم 41 إن شاء الله. نتمنى يا رب كل التوفيق للنادي الأهلي. أستاذ شريف، في بيان خرج من مجلس إدارة النادي الأهلي، يعني لو حضرتك تقدر تقول لنا ماذا حدث؟ هو تعليقا على ما حدث بالأمس بخصوص موضوع شركة بريزنتيشن. نعم. يعني مجلس إدارة النادي الأهلي بينظر إلى شركة بريزنتيشن أنها شريك وليست فقط صاحبة الحقوق الخاصة بالرعاية أو بالبث التلفزيوني يا كابتن. وحضرتك قلت كده امبارح. نعم صحيح، يعني حتى واحنا بنعلن انا قلت ان احنا ما كناش نحب نصل الى هذا الامر، يعني او مجلس اداره النادي الاهلي، يعني وانا بعبر عنه لانه شركه بريزنتيشن هي شريك للنادي الاهلي. الحقيقه انه النهارده حصل تطور وحصل تواصل كبير ومهم بين الادارات المعنيه سواء في شركه بريزنتيشن او عندنا في النادي الاهلي، اثمرت هذه الاتصالات والتواصل عن الحقيقه تقريب وجهات النظر والوصول الى حل يحفظ ويؤكد حقوق النادي الاهلي. وشركه بريزنتيشن حقيقه يعني اكدت انها ملتزمه بالجدوله وبالسقف الزمني الموجود، وبالتالي الامور عادت الى سيرتها الاولى كابتن اسلام، ويعني انجاز لنا ان نسمي هذه الزوبعه او الازمه ان نسميها كذلك. فانا بقول لحضرتك من خلال شاشه قناه النادي الاهلي انها انتهت تماما، والتعاون قائم وبناء ومستمر بين النادي الاهلي وبين شركه بريزنتيشن طبقا للعقود الموقعه. اذا الموضوع انتهى تماما، وبدايه من دلوقتي شركه بريزنتيشن الشريك النادي الاهلي في كل الامور خلال الفتره القادمه. صحيح، وده استكمالا لتعاقدنا معاهم، وزي ما كنا بنقول دايما انه العقد شريعه المتعاقدين، ومن الاهميه بمكان انه كل الاطراف يعني تكون حريصه على يعني احترام هذه التعاقدات وحفظ حقوق الاخر، والنادي الاهلي حريص الحقيقه على شركه بريزنتيشن وعلى دعمها، وكلنا ثقه ايضا انه شركه بريزنتيشن تعلم وتقدر قيمه النادي الاهلي طبعا ومكانته الكبيره، وبالتالي هي حريصه انها تستكمل هذا التعاقد الموقع لمده 4 سنوات، يعني مع احترام كافه الحقوق المختلفه في الرعايه وفي حقوق البث. فالحمد لله انه هذه الازمه انتهت على خير، وصفحه جديده بيبداها النادي الاهلي مع شركه بريزنتيشن، هذه الشركه الوطنيه شريكه النادي الاهلي زي ما قلت. اذا شكرا جزيلا يا دكتور استاذ شريف.